ما أقل الاعتكاف؟ وهل إذا نوى الإنسان كلما دخل المسجد أن يعتكف يجوز ذلك؟ الاعتكاف لا حد لأقله، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، ليلة واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لا حد لأقله، فلو دخل وجلس في المسجد بعض النهار أو معظم النهار يعتبر هذا اعتكافا. نعم، إذا نوى الاعتكاف. أما إذا دخل المسجد يبي ينام ولا يبي ذاكر ولا نوى الاعتكاف، ما يكون اعتكاف إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم.